إننا نرى ضرورة أن تضع الشراكة العربية الصينية نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة نصرة القضية الفلسطينية في وجه ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي طال أمده ومن جرائم قل نظيرها في تاريخ البشرية شراسة وبشاعة وفظاعة. إن موقفنا المشترك تجاه هذه القضية العادلة يجب أن يؤكد اليوم على المسؤولية الثابتة التي تقع على المجموعة الدولية وعلى مجلس الأمن تحديداً. فإن كان هذا المجلس قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل، فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمتنا الأممية، وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة. ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالموقف الصيني المشرف من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ومن القضية الفلسطينية برمتها، وأن أشيد بدعم هذا البلد الصديق من مقعده الدائم بمجلس الأمن لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بصفتها العضو العربي في ذات المجلس نصرة لأشقائنا الفلسطينيين، بما في ذلك مشروع القرار الذي تقدم به وفد بلادي منذ يومين فقط فيما يخص الأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية.